سلامة. بمناسبة كورونا، أنا وعيلتي كلها عينة، منهم أبويا عنده 90 سنة مثلا كده، فيعني سلامتكم ألف سلامة. تحية لكل ست ضحت بشياكتها ولبست سوارين وخسرت الدفع بجد. بمناسبة ليبيا، كان عندكم زعيم اداني كلمة دايما استخدمها لما عملوا عليه ثورة، بص لهم كده قال لهم: من قال له؟ كل سنة طيبة.